يقول: هل يجوز لي أن أسأل الله الرحمة لوالدي كما ربياني صغيرا علما أن أحدهما كافر؟ لا، ما يترحم على الكافر، يترحم على المسلم. نعم. ما تقول اللهم ارحم الوالد الكافر أو الصديق الكافر أو فلان الكافر، لا، لا تستغفر له ولا تترحم عليه. نعم. ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نعم.